ما حكم من يحلف على زوجته بأنها لا تحل له إذا استمرت الخادمة في عملها في البيت مع العلم بأن الخادمة استمرت في عملها بالبيت؟ هذا مسألة فيها تفصيل، عليه أنه يروح للقاضي اللي في البلد أو يجي للإفتاء في الطائف وينظر فيه، أو يكتب سؤاله ويرسله للإفتاء ويذكر عنوانه ويجيه الجواب إن شاء الله بعد دراسته والتأمل فيه. نعم.